اليوم نحب نحكي معكم مع العباد اللي دخلت في روتين، في روتين القراية، في ستريس، في الحسرة والبعد على العائلة، مع العباد اللي تحس في روحها وحدة. نحب نقولكم اللي ما كومش وحدكم، فما حتى حاجة ما تخليكش تكون بطل نفسك، تتغلب على عجزك وانكسارك، تعرف كيفاش تتجاوز، كيفاش توصل لحلمتك، تعرف اش تحب بالضبط، كيفاش تخلط له. خليك قوي، خليك جبل ما يهدو ريح، خليك شمس ساطعة ما يغلبها سوى سحاب، خليك قمرة ضاوية وسط النجوم، وكون شجرة مزيانة وبالحب مليانة، مهما تبدلوا عليها الفصول ترجع تنور وشدة تزول. خليك كما انت وحاول ما تيأسش، كما يقولوا الدنيا تجارب. نحب نقولكم اللي كلنا معاكم، والضربة اللي ما تقتلكمش راهي تقويكم.